يسعدني ويشرفني أني ألتقي في هذا الصباح ومن هذا المكان اللي كله أمن وأمان مع سيادة العميد عبد الله سيف المطروشي. صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا. أهلا وسهلا. الله يعافيك. كلمة بهالمناسبة أول شيء. والله احنا فخورين في هذا الملتقى اللي نحن نعزز شراكاتنا مع الاخوان الاعلاميين مختلف الشرايح الاعلاميه، وهم جزء اساسي وجزء مكمل لنهجنا واستراتيجياتنا وخدماتنا اللي نحن نقدمها، سواء عن طريق اخواننا وبالنسبه لاخواننا الاعلاميين. طيب دائما نحن تكلمنا الشرطي ما شاء الله عليه هو اللي يتمتع بالحس الأمني أكثر مننا نحن، فممكن يكون في دورات تدريبية حقنا؟ والله الدورات موجودة والندوات موجودة، بالنسبة للورش في هذا النادي موجودة مختلف قطاعات، نحن نقوم عدة ورش على حسب الجداول الموجودة بالنسبة وعلاقتنا مع المجتمع، ممكن وانتم شركاء في هذا الموضوع في عملية النشر والتوعية بالنسبة لمختلف القضايا أو الظواهر المجتمعية اللي نحن نحط عليها الفوكس. اليوم تكلمت وسألت سؤال، طرحت سؤال إنه ليش الأطفال لغاية اليوم مثلا يخافون من الشرطة، وكان الجواب إن من الأطفال إن مثلا نحن نخاف من الإمكانيات اللي عند الشرطة، عنده كلبشات يعني ممكن يودين السجن، عنده سلاح، فما شاء الله عليك أنت جاوبت عليه، بس أنا أبغي كلوز حقنا نسمع مرة ثانية الجواب. والله نحن أعتقد إن تعدينا مرحلة في هذا الجانب، إن نحن وصلنا للأطفال، بدينا عدة مبادرات معاهم، لبينا ساعات في احتياجات معينة، أنتوا ساعدتونا في نشر يعني في نشرة، بدينا استقطب شرطي المستقبل، بدينا نأهلهم، بدينا نشركهم في عندنا خطوات ثانية، يعني نحن ندخل في عالمهم، في عالم التكنولوجيا الحديثة، نشرك هم يشركوننا معاهم في هذا الموضوع في الدورات المقبلة في برنامج جديد مستقبلي إن شاء الله سيرى النور في دورات شرط المستقبل. أكثر من 200 جنسية موجودة في دولة الإمارات، شو الأشياء المشتركة ما بين المواطن، الفعاليات اللي تسويها الشرطة تحديدا مع الوافدين، يعني في الأطفال الوافدين يقدرون يشاركون وعادة. نعم نحن ما عدا في هذا التميز، هذا مجتمع اليوم نتعامل مع مجتمع بجميع شرائحه، نحن وصلنا للمجتمع عرفنا يعني يمكن 50-60% من احتياجه لبيناها له وفق الضغوط اللي نحن نعيشها والالتزامات اللي مثقلة علينا، لكن نحن هذا الموضوع عند وصول للمجتمع ساعدنا على الحفاظ على الأمن، فهم أساس الأمن ونحن أخذنا من عندهم هم، ونحن لبينا هاي لبينا بالنسبة للمبادرات اللي هي تسعد المجتمع وفي الإضافة تعكس علينا الأمن والأمان في الإمارة. هل هناك تنافس ما بين مراكز الشرطة على كافة دولة الإمارات وخاصة الابتكار أو إنه هو شراكة؟ هي شراكة معتمدة، يعني التنافس ينوجد، لكن التنافس اليوم الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء يعني يعطيك أفضلية في موضوع أنك أنت ابتكرت في شيء وفي جهات أخرى ساهمت أو أخذت هاي الفكرة ساعدتها في هذا الموضوع، فأنت تحصل على أفضلية في هذا الجانب، ما خلت الاحتكار موجود على نفس المؤسسة، بس المؤسسات اليوم تعمل على منظومة معينة، تعمل على دراسات معينة مختلفة تماما، هناك في مواكبة لهذه المشاريع، والدولة كلها يعني اليوم كلها شراكات، الشراكات هاي هي اللي توصلك لنتائج إيجابية. سيادة العميد عبد الله سيف، كلمة نختم فيها. أنا أشكركم وأشكر تواصلكم معنا، فإن شاء الله نلتقي على خير وملتقيات خير إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.